معظمنا سمع عن المنطقة 51 اللي موجودة في الولايات المتحدة، لكن محدش يعرف بالتحديد ايه اللي بيحصل فيها، وهل فعلا ليها علاقة بالفضائيين زي ما علماء كتير بيقولوا؟ النهاردة هنتكلم عن ايه اللي بيتم داخل هذه المنطقة المحظورة، وهنتكلم عن بعض الجوانب الخفية والغامضة لتلك المنطقة، وعن اخطر تجربة حصلت فيها وهي تجربة مشروع أبيجيل اللي كتموا عليه بشدة. قبل ما نبدأ الحلقة يا أصدقائي، ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ومتابعتي على حساباتي الشخصية. هنتعرف اولا عن المنطقة 51 زي ما بيسموها، وده الاسم المستعار للقاعدة العسكرية الموجودة في الجزء الجنوبي من ولاية نيفادا، وموجودة هذه القاعدة في وسط الولاية على الشاطئ الجنوبي من بحيرة جيروم، وهناك موجود مطار عسكري ضخم وسر جدا، والهدف الاساسي لبناء هذه القاعدة هو تطوير واختبار الطائرات ونظم الاسلحة. وكانت اول تجربة حصلت في المنطقة عام 1941، ومن الوقت ده حتى وقتنا هذا أصبحت المنطقة محظورة، وأصبح على ما يبدو مختبر بيتم فيه أشياء غامضة. المنطقة ذات مستوى أمني عالي جدا، لدرجة أن الرتب العليا للقوات المسلحة غير مسموح ليهم بالدخول، مخصصين علماء معينين وحراس حياتهم كلها في حماية المنطقة، وليهم اسم معين وهو الكامو، وبيقوموا بمسح المنطقة بدوريات مستمرة، ولو رصدوا اي حاجة مش طبيعية ما بيترددوش ابدا في اطلاق النار عليها، وفي مستشعرات للحركة بتقدر انها تتعرف على اي روح وبتحدد انها من العرق البشري او شيء اخر، ومداها طويل بتحدد من على بعد 20 كيلو متر من القاعدة تقريبا. وبالرغم من انتشار الغموض نحو المنطقة وكثرة الكلام عنها، لكن الولايات المتحدة بتنفي اي شيء غامض، بتقول ان دي مجرد قاعدة عسكرية، وظلت أمريكا لعشرات السنين تنفي وجود هذه المنطقة. والتكتم الشديد ده والسرية جعلت الناس والمواطنين في شك، وإن في شيء سري وخطير بيحصل في القاعدة دي، لدرجة إن رؤساء أمريكا محدش قدر يذكر حاجة تتعلق بالمنطقة واللي بيحصل فيها، ما عدا رئيس واحد بس هو باراك أوباما رئيس أمريكا السابق، الذي ذكر المنطقة بالاسم، حيث قال مرة في إحدى المناظرات الأمريكية قبل ما يمسك الرئاسة إن أول شيء عايز أعرفه عند دخول البيت الأبيض هو سر هذه المنطقة، المنطقة 51. لكن لما مسك الرئاسة ووصل للبيت الأبيض وعرف كل حاجة عن المنطقة تغير موقفه تماما، ورفض الإفصاح في أكثر من حوار صحفي. وفي أحد الصحفيين سأل أوباما، قال له هل المنطقة الموجودة في الجزء الجنوبي من ولاية نيفادا يوجد فيها كائنات فضائية ومخلوقات غريبة؟ ما ردش عليه واكتفى بالضحك فقط. ومن عشرات السنين كان في امرأة شابة قررت انها تتطوع لأول تجربة تحصل في المنطقة 51، وحصل فيها أسوأ أنواع الاختبارات وأبشع التجارب، وحقنها بمواد غريبة وتبديل في أجزاء جسمها، مما أدى إلى تشوهها بالكامل. المرأة دي كان اسمها أبيجيل، وهي بنت أحد العلماء اللي كانوا موجودين في المنطقة، ويدعى الرائد ألبرت ويسكر. وفي خبراء أمريكان كانوا بيقولوا إن في الوقت الحرب العالمية الثانية أمريكا كانت عايزة توصل لتجارب وخلطات سحرية لتقوية الجنود، ويكون عندهم قدرات أقوى بكتير من العدو وصنع أقوى جيش في العالم. لهذا قرر المسؤولون الأمريكيون بناء مختبرات علمية ضخمة وسرية في محاولة لتطوير سلالة من البشر الخارقين زي كابتن أمريكا المشهور، لكن العلماء ملقوش شخص يتطوع بجسده ليكون محل التجارب، مما دفع الرائد ألبرت إلى عرض بنته عليهم لإجراء الاختبارات عليها، مع العلم أنها كانت عايزة كده وعندها الرغبة في ذلك، لأنها كما يقال عنها أنها فتاة متطفلة وبتحاول دايما معرفة أسرار عمل أبوها. والأب وبنته كانوا يؤمنون بنجاح التجربة، لكنهم كانوا مخطئين، حيث لم يتم الاستعداد الجيد للتجربة، وما كانش في أي احتياطات في حال زيادة الجرعات. كتير من العلماء نصحوا ألبرت بأنه يوقف التجربة بعدما ظهر العديد من التشوهات في جسم بنته. بدأ وشها بالتغير والتحول التدريجي إلى وجه قبيح، وأسنانها كانت بتكبر بشكل مخيف جدا، ولون بشرتها تحول إلى لون شاحب،
ثم بدأت التجاعيد تظهر في كل جسمها وتحول لون شعرها إلى لون رمادي، وبعدين بدأ بالتساقط بشكل تدريجي. حاول كتير من العلماء إنهم يقنعوا ألبرت إنه يوقف التجربة وعدم استكمالها، خصوصا إنها بنته الوحيدة، لكنه استكمل وأصر على استكمال التجربة لأنها وصلت لمرحلة يأسة وإنها كده ميتة. حتى بنته أصرت إنهم يكملوا لأن الأمل الوحيد في نجاتها هو نجاح التجربة. وأقنع ألبرت الإدارة بعدم إغلاق المشروع واستمر لسنوات كتيرة. وفي بعض المعلومات تم تداولها من قبل الصحافة ومصدرها من بعض العاملين في المنطقة، قالوا إن في كميات كبيرة من الطعام كانت بتدخل لزنزانة الفتاة، والكمية دي أكبر بكتير من إنه يتناولها شخص واحد. وقالوا برضو إن ألبرت كان بيقضي ساعات كتيرة داخل الزنزانة بيتكلم مع بنته، ولما يطلع بيبكي كتير عليها. والعلماء قالوا إن أبيجيل وصلت لمرحلة الجنون وتحولت إلى مخلوق عجيب. قالوا إن طولها أصبح 3 أمتار وعظامها تطورت وفقدت كل صفاتها البشرية وتحولت الفتاة إلى وحش. ورغم كل ده لم يستسلم ألبرت وكان مستمر في التجارب، لكن الجيش الأمريكي أمر إن المشروع يقف لأنهم رفضوا إنفاق المزيد من المال. وبعد 4 سنين من ذلك الوقت انتحر ألبرت وكتب وصية طالب فيها الجيش إنهم ما يقتلوش بنته، والوصية احترمتها قيادة الجيش. ومن بعدها قل الاهتمام بالأبحاث، وبسبب مشاكل التمويل تم تقليل الإجراء الأمني في المختبر، وده ساعد الوحش على الهروب بعد ما قتلت 2 من الحراس. وحراس المنطقة عند الحدود ما لقوش طريقة عشان يوقفوها غير إنهم يطلقوا النار عليها. لكن يقول بعض الشهود من الجنود أن الرصاص ما كانش بيصيبها بأذى. ومن بعدها قرر الجيش الأمريكي إنه يخلي المختبر وتعزيز المنطقة عسكريا. ورغم مرور 70 سنة على انتهاء المشروع، إلا أن حراس المنطقة 51 ما زالوا إلى يومنا هذا يقولون أنهم يسمعوا صراخ أبيجيل في الليل، والكلام ده من لسان أحد الموظفين المفصولين في المنطقة 51، وهو طبيب من الذين عملوا على المشروع، وأصر على أنه يتكلم وما يكتمش. قال إن قبل التجربة كانوا بيدوروا على 10 ولاد وبنت واحدة، واختاروا 10 أولاد من أطفال الشوارع ودور الأيتام، وإن العلماء في وقت التجارب كانوا بيتم التلاعب بالمادة الرمادية الموجودة داخل النخاع الشوكي وإجراء التعديلات عليها. ولاحظ إن النتائج ظهرت على الفتاة أسرع من 10 ولاد بعد الفحص بالأشعة، وتم وضع الولاد في غرفة أمام شاشة كبيرة وما كانش فيه أي استجابة أو مسيرات بتصدر منهم. وبعدين دخلوا الفتاة في نفس الغرفة، والغريب إن الفتاة قرأت أفكارهم. مش بس كده، دي كمان قدرت إنها تعرض أفكارهم على الشاشة من دون أي وسائل تقنية. وقال إن نتائج فحص الدم كانت غريبة، حيث كانت كرات الدم البيضاء كانت بتتضاعف بشكل كبير. وقال الطبيب إن من وقتها وقفوه عن العمل ومعرفش مصير أبيجيل من وقتها، ولم يسمح له بالاطلاع على المزيد. والجيش الأمريكي قال إنه مجنون ومحدش صدقه، ووضعوه في مستشفى الأمراض العقلية. وخلال السنتين اللي قضاهم في المستشفى كان بيقول إنه كان في حادثة سرية متعلقة بالمنطقة، وهي إنه تم استجواب كائن فضائي، وتم تسريب فيديو لحظة الاستجواب عن طريق شخص يدعى فيكتور. وظهر هذا الفيديو لأول مرة في 13 مارس عام 1997 في إحدى البرامج على الهواء مباشرة. بحسب الحكومة الأمريكية إن أي كلام حوالين المنطقة 51 بالنسبة لهم دي مجرد شائعات وخرافات، وإن الحكومة رفضت لعشرات السنين الاعتراف بوجود هذه المنطقة. لحد سنة 2013 اضطرت المخابرات الأمريكية المركزية إلى الاعتراف بوجودها بسبب إقرار قانون حرية المعلومات من قبل الكونغرس. لكن بقى ما يجري وبيحصل في المنطقة سرا مغلقا إلى يومنا هذا، ويمنع منعا باتا وصول الصحفيين والإعلاميين إلى المنطقة. لا أحد يعلم اللي بيحصل بالظبط، وكل اللي بيتقال في محل تشكيك. حتى الأدلة والشهود وحدهم لا يكفوا لكشف حقيقة تلك الأمور التي تحدث في المنطقة 51. لكن لا أحد يصدق أن هذه المنطقة مجرد قاعدة جوية عسكرية، فأفعال وأقوال الحكومة الأمريكية يثير في أذهاننا شيء واحد فقط، أنهم يخبؤون شيء سري لا يريدون أحد معرفته مهما كلف الأمر. في سبتمبر عام 2019 ظهرت دعوة مجهولة على الفيسبوك دعت الناس إلى التجمع والسير نحو القاعدة واقتحامها لكشف أسرارها، وفي ملايين من الأمريكان استجابوا لهذه الدعوة،
وقالوا إن الحكومة مش هتقدر توقفهم وتمنعهم لأن عددهم كبير جدا. لكن المتحدثة باسم الجيش صرحت بأن أي شخص يحاول الاقتراب من القاعدة فسوف يعرض نفسه لموت محقق، وهو تهديد غريب ومتطرف جدا في دولة بتتكلم دايما إن مواطنيها يمتلكون حقوق وحريات لا يمتلكها المواطنون في معظم دول العالم الأخرى. وهنا في كتير من التساؤلات حول المنطقة 51، إذا كانت هذه المنطقة عادية وليس فيها شيء غريب وإنها مجرد قاعدة عسكرية للجيش، فلماذا هذا التكتيم الشديد عليها؟ ولماذا يتم تهديد كل من يقترب منها بالقتل؟ وهنا انتهت حلقتنا، ولكن قبل ما ننهي الحلقة عايزكم تتابعوني على الانستجرام والرابط في صندوق الوصف. ما تنسوش تصلوا على النبي واستنونا في حلقة أكثر غموضاً.